إسراء رياض الغرة، أستاذة جامعية بكلية الهندسة جامعة القادسية، حاصلة على شهادة ماجستير في هندسة الطرق والنقل، وحاصلة على شهادة مدرب معتمد محترف CBT من أكاديمية كايزن البريطانية وأكاديمية الطاقة الحيوية العالمية، صاحبة بيج إسراء الغرة، متحدث تحفيزي. التنمية البشرية هي عبارة عن مصطلح يعني تم تناوله في الآونة الأخيرة بشكل كبير على السوشيال ميديا. الهدف من التنمية البشرية هو تطوير كل ما لدينا من صفات ومواهب داخلية، أن يسعى الإنسان أن ينميها أو يبحث عنها بداخلها ويبدي يكتشفها. فعادة هاي التنمية البشرية أغلب مجتمعاتنا بحكم الأعراف وبحكم التقاليد تكون رافضة إلها، بحكم أنه يعتبرون أنه الشخص اللي يسعى أو يحث على التنمية البشرية أنه حاول أن يخرج الأشخاص من تقاليدهم وعاداتهم. لكن التنمية الهدف منها هو أنه أطور من نفسي. أغلب الناس ما يدري أنه الله من خلقنا خلق بداخلنا صفات عجيبة وغريبة وقدرات على أن نعمل أشياء، مثل ما نقول احنا قوة كاملة بداخل الإنسان. الهدف من التنمية أنه أني أضغط هذا الزر مثل ما نقول وأبدي أفعل هذه الموهبة. أغلبنا يعتبر التنمية هو فتشي مثل ما نقول شعوذة خزعبلات مثل ما يعني دارج، لكن هو فكرته بعيد بعد السماء عن الأرض عن هالموضوع. هي الفكرة أنه أني أبحث بداخلي شنو الصفات اللي الله منطيني إياها، النعم اللي الله منطيني إياها، وأبدي أتحدث عنها وأبدي أشتغل عليها، سواء موهبة الكتابة، سواء موهبة الرسم، سواء موهبة الابتسامة. مرات احنا يعني مثل ما نقول نعجز انه نفتهم انه مرات ابتسامتي للشخص المقابل هي حد ذاتها هاي تنميه، انه انا مكان اكون مختلطه بمجتمع، مثل ما نقول اذا تريد تبتسم جاور سعيد تسعد الاجواء. فهي فكره التنميه انه من اشوف مثلا شخص معين واقع بازمه او حالته النفسيه متازمه، فهو عاده ينظر بالنقطه السوداء اللي بحياته. هدف التنميه البشريه او نصائحنا احنا كمدربين انه انظر للضوء اللي خلف النقطه السوداء. انت من سلطت الضوء فقط على النقطه السوداء اكيد كل الامور اللي بداخلك راح تكون سوداويه ومؤلمه. ننظر للمجتمع انه الطبيب النفسي اللي يروح للطبيب النفسي هذا العفو مجنون او مخبل او بخلل، لا بالعكس. هسه يمكن كنا احنا بداخلنا اكو عقد، اكو امراض، اكو طفل الداخل مثل ما نقول مالتنا متعرض لتعنيف مسبق من قبل الاهالي بحكم التربيه، بحكم التقاليد والمجتمع الاعراف المجتمعيه، هاي كلها تاثر على اطفال الطفل الداخل، تنعكس فيما بعد علينا كاشخاص، تنعكس على اهل بيتنا وعلى اولادنا وعلى مجتمعنا. فسؤالنا كان يقول انه هل يعني يقدر اي انسان؟ اي نعم، لان احنا كليتنا نقدر انه نكون ناصحين لانفسنا قبل ان نكون ناصحين لغيره. مجرد انه انا كنت ناصحه لنفسي وحبيت نفسي وعرفت شلون اتعامل وياه، انه انا عندي قدره انه انمي من حولي سواء اهل بيتي او اصدقائي او المجتمع. بحكم هسه الشباب الحمد لله وشكر بدي الاحظ البنات بالكليات وبالجامعات واولاد المتوسطه، يعني قبل كم يوم التقيت بشباب بالاعداديه وسادس اعدادي عندهم وعي ما شاء الله. كنت كلش فخوره ان اقول شبابنا الحلوين سادس اعدادي عنده طموح وعنده ثقافه علميه وعنده ثقافه مجتمعية انه يريد يغير من نفسه لصالح المجتمع. لكن انا اذا اريد نسولف كاهلنا كمجتمعاتنا كالناس الاكبر منا، لا شوي عندهم تحفظ بالموضوع، انه خاصه من يشوفونا نسولف بايجابيه او لا البلد ان شاء الله يتغير او الوضع راح تتحسن او شكوا بها هالمره ما نجحت غير مره احاول، يقولون لا مثلا احنا متعلمين اذا من اول محاوله فشلت فانت فاشل. هسه لا، انه انت نجاحك سببه هو فشلك. احنا مستحيل انسان يكون ناجح من الهباء او مثل ما نقول من العدم، لكن يكون ناجح من يفشل مره ومرتين وثلاثه، فسبب نجاحي هو فشلي.